برنامج بيحكي كل شيء عن كل شيء وضيوفنا لليلة العرسين رامي ودليلة عياش بولا يعقوبيان ميريام كلينك كريم بيوض علي حمود وصديق البرنامج ميشيل برا مع رامي. أنا ورامي كنا عم نعمل جو دو مو جو دو جامو جو دو جامو يعني أنت شاطر فيها ورامي شاطر هو كتير فيها هو بيعقد فيها عن جد يعني سوا هلأ منشوف خلال الحلقة إذا رح تزبط في بينبون أنا وياه أكيد الله راد إن شاء الله بيعمل لك شو بيقولوا له بينج بينج أوكي على اول سيرفيس على اول سيرفيس اول سيرفيس ناخذ تاكسي اثنيناتنا ومنفل ومنفل انت من البروجرام ميشيل خلينا اول شيء نرحب ترحيب كبير بجمهورنا اللي جاي الليله من ثانويه روضه الفيحاء من طرابلس الفيحاء شكرا شكر كبير لحضورهم معنا الليله بالرغم من كل الاوضاع وتحيه كثير كبيره من القلب لاهل طرابلس اللي اليوم عم بيعانوا على لبنان بدي اشكر الي هادو ماستر اوف كرياتيفيتي اللي كل مره بتفاجئنا عن جد بشيء جديد واليوم عملنا شيء كثير مهضوم وكثير خرج عريس وعروس وعروس اكيد مش عم بحكي عنك لا ولا عني طيب خلينا هلا قبل ما نبلش مع ضيوفنا اللي صرنا زمان ناطرينهم نرجع بفقره فلاش باك ايه من زمان تبع الاسبوع الماضي والله يستر ان شاء الله يا رب بلاير باسم خليل مش محضر حاله بعد ما بلحق لحاله بده اسيستنت معه خليل باي شو بكون؟ لا حبي بحرامك بلاقي صار لي خمس سنين حاملته ولا مش بدون تكنيك بدون تكنيك طيب اليوم ما انت يعني مستعده تخوضي هيدي التجربه اذا اجى العرض المناسب البرنامج المناسب كان رح تجربي صوتك يعني لما يجيبوا سيرتك يا حلو الكلام هلا بتجي الاصليه بس اطلع على بلاتو بقول انه ما بغني اذا ما في فرقه ما بعرف ليش قلتي بس قلتي فالت نقز مشان لا ما الفرقه لا بدها فرقه والفرقه صعبه انتبهي كثير صعبه والله حلو صوتك منى انتبهت على حالك عم بتصرخ انت انتبهتي على حالك عم بتغني انا انتبهت على حالي عم غني بس انت عم بتصرخ كنت ايه وانا انتبهت على حالي عم صرخ مشان ايه مره ثانيه لحتى ما يعني تغني وانا ما صرخ انت صرخت لانه انا غنيت خلص تكي. افضل صرخي احسن ابدا ميشيل خلينا نفتح حلقتنا وهلا حديث البلد مع اجمل عرسين واجمل زوجين رامي ودليدا عياش وردية وردية والله لا خلي ايامك وردية يعني انا من الاول حطيته بجو انه مش هو العريس قلت انا بس ينزل الكونفتي وهيك حتى ما يقبض حاله جاد لانه جاي من ميلته انت عريس البرنامج ايه
خلي لي اياه دايم والله عريس البرنامج حلو حلوه حلوه رام تعملوها مساء الخير مساء الخير خلص من هلا وبالرايح بليز على السامبلر انت عريس البرنامج من رامي بنحطها بتشيلي لي الحركوش بتضل اصلف من الحركوش والحركوش رح نخليها البوب ستار رامي عياش وزوجته دليدا سعيد عياش أو عرسان 2013 أهلا وسهلا فيكم بحديث البلد 2014 يعني عرسكم اللي كان حدث 2013 اليوم عم بيفتتح لنا 2014 فقد بدها تكون حلوة السنة على وجهكم اليوم أنتوا معنا بأول لقاء تلفزيوني بيجمعكم سوا من بعد ما كنتوا أنتوا حديث البلد هالصيفية ألف ألف مبروك رامي ودليدا عقبال كل العايزين ديريكت من حديث البلد رامي أنت بيتوتي وبتحب الاستقرار وكنت ناطر هاللحظة من زمان بداية شو اللي غيرته الحياة الزوجية فيك؟ شو اللي غيرته حياتي الزوجية؟ هيدا مثل كل العرسان الجديد الكرش لا والله بعد سبعة كيلو سبعة كيلو بس على طولك يعني ما مبينين ليه ان شاء الله يضلوا على طول هيك جايين بكتافك اني عاسف ايه جايين بكتافي لا عن جد بدي اخبرك بس السر الوحيد عن جد ميشيل هو انه حتى لو بتنتبه على حالك بس بتصير شو جاي على بالك تاكلي؟ شو جاي على بالك تاكل؟ شو جاي على بالك تاكلي؟ بتاكلي شوكولا، جاي على بالك هلا شيء ساندويتش، يعني كل الليل هيك كل الليل اكيد تلاقي اربع سبع رامي مصور شيء رامي مصور شيء عم تقول له بلاير بقى بصير واحد يشهد تاني يعني بصيروا يتفيقوا الكوب سوا بس هيدا من ناحية الجسم شو اللي غيرته الحياة الزوجية برامي؟ هلأ كل شاب أعزب بصيروا يخوفوا أصحابه ما تعملها شو بدك بهالشغلة حياة العزبية أحلى أنا طول من أنا وصغير دايما بقول ما في أحلى من أنه يوصل الإنسان لمرحلة ويصير مستقر وأنا كتير بحب الاستقرار لأنه أهلي شوي هيك دفونا بالبيت وربونا عليه بشكل عميق والحمد لله وصلت لهالمرحلة كنت محظوظ كتير أني تعرفت على دليدا وبعتقد هيدا كان مباركة من الله يعني أكيد وحبيتها كتير ومبسوط فيها كتير وفخور فيها وبتمنيها لكل رجال إن شاء الله الله كل شاب منيح يوفقه بصبية مثل دليدا وكل صبية منيحة مثل دليدا يوفقها بشاب مثل رامي مع انه صعبه التقى يعني بالعكس اقل الناس نحن دليدا عياش كنت من فانز رامي ومن المعجبين بفنه بشخصه باناقته قبل ما تلتقوا من حوالي سنه ونص وترجعوا ترتبطوا ب 25 اب الماضي بين رامي الفنان ورامي الانسان والحبيب والزوج قديش طلعت الصوره قريبه هلا دائما طبعا هلا قبل ما اعرفه كنت مكونه ايمج عندي بكاركتره او من خلال فنه هلا طبعا كنت خايفانه لانه بس تكون الشخص كثير بتحبيه بتخافي انه يمكن هيدي الصوره ما تكون مزبوطه او يخيب ظنك صح بس انا بعد ما تعرفت عليه لا بالعكس تعلقت برامي الانسان اكثر يعني بتحبه اكثر من رامي الفنان كمان اكيد لانه كمان يعني بدلك هالشعور كنت معجوبه برامي معجوبه يعني بالفن تبعه ولا معجوبه بالشخص يعني كنت اليوم مثل هيك صبيه معجوبه بفنان بتقول هيك بتحلم برومانس معه يعني من وقت للتاني هلا طبعا يعني طبعا يعني حتى في قصه مهضومه انه انا مره كنت مع اصحابي وكنا عم نتسير وهيك كل وحده بتقول انه لا انا بحب لرامي عياش وانا بحب لرامي عياش قلت لهم لا مش انت ولا انت انا اللي بحبه ولا رامي عياش وانا اللي رح اتجوز وقلت لهم انا بالاخر رح اتجوز كل واحد بيلزم مخلوده مثل قصص الافلام يعني انا اللي رح اتجوز وايفن دو يعني بعد ما قلتها قلت انا انه انا مش ستيلي احكي هيك بس مثل ما بيقولوا يمكن الله ايام بينطقك قصص انه سبحان الله اتس غانا هابن بتحسي فيها قبل بوقت حببتني فيك وعشقتك وزاني المحب من نظرة دخلت جنبي شوي شوي واليوم بجن مرة بدك نقول
خلص خليها هيدي نكته تحت الهواء، خليها مستوره. ليش لا بتحبها البلد الغنيه. رامي حديثنا معك ومع داليدا بعده مكفى، بس قبل حابين نعلن عن تعيينك سفير دبلوماسي للنوايا الحسنه من قبل منظمه امسام اللي هن مراقبين دوليين للامم المتحده، وفي مع الليله وثيقه التعيين باسبور الدبلوماسي. هلا هيدول موجودين معنا، رأيها بتحب تعطيني اياها منهم؟ يعني انا بفضل تخدمهم اثنيناتهم لانه انت خير سفيره كمان، خير سفيره كمان للنوايا الحسنه. تسلم رامي. يعني اليوم قديش انت لقوك محط، قديش لقوك محط ثقه حتى صارت هالخطوة تجاهك وحتى تم تسليمك، وقديش هي مسؤولية عليك يعني كمان بالمقابل؟ يمكن بحكم جمعيتنا عياش طفولة، نعم، حسوا انه بنعمل اكتيفيتيز كثير كبيرة كونسيرنينج هالموضوع، اكيد خصوصا مع وزارة الشؤون الاجتماعية بلبنان، كمان نحن معترف فينا بشكل كثير كبير وريكوجنايزد بشكل كثير كبير، فبشكرهم وان شاء الله نكون قد الثقة، وبرنامجنا اكيد حيكون كبير معهم. حابين نحن هلا نتبنى هالمسؤوليه الكبيره، نتبنى هالبروجي كرمال اول بروجي عندها اياها داليدا بحكم انه هي مدير جمعيه عياش طفوله، نعم، يكون للاجئين السوريين، نعم، لنغطي اكثر من 50,000 طفل سوري ان شاء الله. يعني يعني رامي كانت ايد وحده عم تزقف معك واليوم صاروا ايدتين، يعني كمان داليدا عم تساعدك بالعمل الانساني. أكيد. داليدا اليوم كيف ملاقي اليوم رامي وكلك بالجمعيه وانت عم تعملي انجازات فيها باتجاه تلاميذ وباتجاه اللاجئين السوريين، كيف ملاقي الشغل لهلا؟ هلا انا كان حلمي من قبل ما اتعرف على رامي انه يكون عندي جمعيه خيريه بتعنى بالعجزه، فاذا بدك هلا من خلال عياش الطفوله كانه عم فش خلقي باللي انا بحبه. كثير مبسوطه فيه اكيد وعم بعطي من كل قلبي، ومن بروجكت هلا نحن معنيين مركزين شوي على التعليم، نعم. طبعا البروجكت تبع اللاجئين السوريين هيدا على جنب، بس نحن اور مين فوكس هو التعليم ان كان الثقافه او الموسيقى، منعنا اكثر شيء نقدر قد ما فينا نجمع اقساط مدرسيه نامن لاكثر عدد تلاميذ نقدر بالسنه، مزبوط، وترانسبورتيشن كتبهم و قرطاسية، يعني من كل الجهات يعني بتغطوا كل المصاريف، كل يعني الولد ما بيتعرفوا اهله على شيء، وهيدا اللي احنا اللي بدنا اياه. والموسيقى طبعا مع بالاشتراك مع جمعيه لوبام مع النايب غسان مخيبر والست نوره جنبلاط، عاملين مدرسة ببعقلين هي بتعنى بتعليم الموسيقى كمان مجانية. حلو. يعني الولد من قديش حلو يعني نشر هالثقافة، يعني بس لحدد أكثر آلات النفخ. ليش منى؟ لأنه آلات النفخ شوي ما فيها تشجيع كثير كبير، وبعدين غالية كثير، فعم تنجاب هيدي الآلات من برا، عم تنشحها من برا، عم بياخذ الطالب آلته معه على البيت، ترانسبورتيشن فور فري، قسطه فور فري، حتى البروفيسور اللي عم بيعلمه كمان ما بيتعرف على اي دفع الطالب، فبيفوت على المدرسه بيطلع مخرج باله موسيقيه وبياخذ آلته معه على البيت، وبنفس الوقت بصير عنده كارير لبعدين. يعني عم تقولوا مهنه على المدى الطويل. فشكر كثير كبير لسعاده النايب غسان مخيبر وللسيده نوره جنبلاط، عن جد مساعيهم مشكوره كثير، واليوم انت كمان مساعيك مشكوره لانه انتم يعني هالثلاث اطراف حطيتوا ايدكم بايدين، نعم، بعضكم. اليوم كمان عم تحضروا لحمله تبرعات كبيره، نعم، بالتعاون مع امسام لها علاقه باللاجئين السوريين، نعم. يعني كل اللي بيحبوا يعرفوا تفاصيل عن عمل جمعيه عياش للطفوله فيهم يزوروا موقع عياشالطفوله.org اللي عم تشوفوا قدامنا على الشاشه. وبدي اقول انه رح يكون لنا خلال الحلقه كمان وقفه مع معاناه الاخوه السوريين بلبنان من خلال مبادرة صغيرة قام فيها حديث البلد لتقديم مساعدات لإلهم. رامي اليوم عم بتحضر لألبومك المقبل اللي رح يصدر قريبا، ولكليب ما بدي شيء اللي رح تكرر فيه التعاون مع المخرجة أنجي جمال، رح نحكي بعد أكثر معك ومع داليدا، بس خلينا قبل نتوقف مع قسم صغير من أغانيك الرائعة بهالميوزك ستوري. بغني لها وبدق لها وغيرت حبتنا بقلا، بغني لها وبدق لها وغيرت حبتنا بقلا، حطها عراشي من فوق قدام العالم.
قلتلك قد الدنيا قد الدنيا قد الدنيا وبحبك قد الدنيا قد الدنيا قد الدنيا لما اشوفك ما بعرف شو بصير بغمرك بتلبك بحبك وبطير يا حبيبي قلبي مال وانت اللي شغلت البال ده ما فيش غيرك بحياتي يا حياتي مهما قال يا حبيبي قلبي مال وانت اللي شغلت البال ده ما فيش غيرك بحياتي يا حياتي مهما قال وانا وانا صبر الضهر وانا حالي صارت حال يا حبيبي قلبي مال يا حبيبي يا حبيبي وانا خليني معاك اوعى تسيبني حبيبي انا نفسي ارتاح انا شوقي ليك بيعذبني انا عمري ابتدى يا حياتي وروحي انا بهواك يا مسهر عيني حبك على عيني انا جاي ليلي افرح فيكي وغنية حبي رح غنيكي وقدم لك حالي وقلبي الغالي وشو عبالي انا حبيبك انا تعيش سكنني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك معك برتاح معك ما بخاف معك برتاح معك ما بخاف وبحبك مثل مجنون مثل رسام عم لونك وبحبك مثل مفتون مثل جبران عم بكتبك طال السهر على بالي اخفى الا بعيونك قلبي ما بيدفى مع انه يمكن حبك يقتلني لكن ما فيك انك اشفى دخلك بدي وجعي انسى ما بدي شي ما بدي شي غيرك حبيبي بهالدنيا ما بدي شي ما بدي شي ما بدي شي غيرك حبيبي بهالدنيا ما بدي شي وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول أما العالم المتضايقة أنا لا ماليش في دول وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول أما العالم المتضايقة ده أنا لا ماليش في دول رامي
نحن الليلة بدنا نبارك لك لأنك مؤخراً حصلت على لقب النجم اللبناني الأول مع زميل سيرج أسمر اللي منوجه له تحية كتير كبيرة على الأسبوع. رامي بالعودة لأنه الزملاء الفنانين نجوم غنوا عندك وأنه هذا قليل ما تصير يعني عادة عنصر المنافسة كيف قدرت لا ارتاحوا يعني؟ بعتقد ارتاحوا بعدين يعني أول شيء هيدا أنا ضيفهم هني أصحاب المحل أنا ضيفهم حلو هيدا بدها زقفة عن جد وما بعتقد أي شخص بالدنيا بيفكر أنه يفتح محل قلبه كبير لكل الناس وبيكون عنده هالنفسني إذا بدك بالعكس بيرحب بكل العالم بيكون مثل خيو الصغير يعني الجيل اللي سبقني أنا مثل خيو الصغير يعني أكيد بدي أهتم فيه وأفتح له البواب على مسرعية وحتى لو ما أنا كنت موجود هنيك في كتير فنانين راحوا وانبسطوا من كل قلبهم وشكروني أكيد يعني مثل ما قلت القلب كبير والبيت كبير والمحل واسع داليدا عرفنا أنك حالياً عم تتعلم الطبخ على سيرة أيوة. المطعم والأكل هلا هون ما في بدك تحكي طيب أول سؤال نحن محضرينه هيا في فضايح بس أول سؤال نحن محضرينه شو أكثر أكلة بتحبي تعمليها لرامي؟ أيوة لبن أمه نحن قلنا بتحبي تعمليها أنا حتى نضلنا بالوسعة مثل ما بيقولوا بالجبل ما بدنا نقول عملتيها أوكي. حتى ما يكون عم نحكي معلومة غلط لا يمكن اللي بحب أعملها هي الملوخية لأنه هو أو أنا it's our favorite بس إذا رح أعرف أعملها هيدا السؤال بعتقد لازم نسأله لبعض بلاش تاخذ الريسيبيز هيدا هو السؤال أصلا عم باخذ الريسيبيز بس بعد صراحة يعني جربت قصص كتير صغيرة يعني ستيك و لا مرة قالت لي يا حياتي يلا ترجع بالسلامة محضرت لك طبخ أنا عن جد وعدت إنه ريش بدي أكل شيء مصدق برجع وتجي الهوستس بالطيارة ولا لا أي كان رايح أكل طبخ مرة بيسألني شادي مثلا حياتي كل دليدة عملت لي ولا ممكن وصلت على البيت ناطر الطبخ شقفة ستيك هالقد ما قلت لها بس وين الطبخ؟ قالت لي ما هيدا طبخ قلت لها لا طبخ يعني يا خاني طبخ يعني يعني في رز يعني في صلصه لا قلت له بتعرفي انه هيدا اللي عملتها ضليتني ثلاث ايام اعمل احضر يوتيوب فيديو طلعت معها هي الشقفه كانت لا طلعت معها هي الشقفه ثلاث ايام على اليوتيوب هلا لحظه خلينا نحكي عن جد امانه كثير صعب واحد يعمل ستيك طيب يعني فيك تنزعه فيك تقليه بالبيت تنزعه مع الروزماري كمان كمان يعني روزماري كانت معكم بعرفها روزماري اكلت معنا رامي بسنتين الاخيرتين حصلت على لقب ملك الاناقه من مجله سيدتي واليوم داليدا مصممه ازياء وخبيره بالاناقه وملكه بهالمجال وانت شجعتها لحتى تفتح طبيعي. يعني الاتوليه والمحل الخاص فيها بشارع الحمراء على كل حال انا بدي اقول اليوم انه اللي لبستيه انت هذا داليدا اياش يعني حتى لانه ان شاء الله بده يصير انترناسيونال المار وعن جد كثير حلو كثير ناعم التكستايل الورد السمبليسيتي اللي فيه مع القماش الحلو عن جد شابوبا وعرفت انه الجاكيت من تصميمك لك رامي البليزر اللي لبسها ومن تنفيذ داليدا اي اي هيك دائما عم يعني مثلا بيطلع شغلي براسي الا جاي على بالي يكون هيك مع اني انا ما بفكر كثير باللبس لاني ما بحب اللبس بعتبر انا انه الرجال ما لازم كثير يفكر بشو بده يلبس يعني الرجال لازم دائما يكون سيمبل ياخذ هالجاكيت وهالقميص وهالبنطلون بس عملت ستايل خاص فيه يمكن بعتقد انا انه البساطه هي بحد ذاتها الاناقه يعني هي الاناقه بالبساطه حتى كتبتها على تويتر من يومين خطرت ببالي كتبتها ووافقوني كثير عليها وبعتقد هيدا سر الرجال اللي بيكون مرتب اكثر من فاشنبل كلمه فاشنبل شوي اذا بدك نعمة على الرجال مش حلوة يعني حلو واحد يكون مرتب وقت تعجيق للرجال مزبوط. يعني بيعجق شوي الفاشن كتير سمبلسيتي مثل الأستاذ ميشيل فيلا بوتي فيلا بوتي مثل ما لابس الأستاذ الشيخ يعني ميشيل دايما على كل حال يعني هو ملك الأناقة بحديث البلد الحمد لله يعني. وعريس عريس كل المواسم بدنا إياها منك نضيفة عريس البلد حتى نبقى نحط له إياها أكشن عريس البلد ميشيل أبو سليمان حبيبي
وليدة فستان العرس اللي صممتيه ولبستيه اخذ كثير سكسي، ولهلا صرت عامله 7 دوبليكيتس منه لعرايس ثانيين، وحتى عرفنا انه البوكيه كمان عملت 14 منه، وحتى يعني حتى كل الاشياء صار في منه شيء 12. هي الشغله الوحيده اللي ما في منها دوبليكيتس، لانها اصليه واصيله، لانها اصليه واصيله، هيدي الشغله الوحيده مش معقوله. عم نحكي عن صورة رامي. خلينا شو رأيكم نرجع نشوفه للفستان ونشوف شو رامي كمان بدلة رامي بهالمقتطفات من عرسكم اللي ضم 2500 شخص رح نحكي عنه. والله مختصر كنت. في ناس كثير ما اجت هلا بخبرك. هلا رح نخبرك ليه؟ قريب اللزم. قل له الله يكثرهم يا رب. اي ان شاء الله، بس حتى نقدر نشوف هالمشاهد بدي اطلب منكم اثنيناتكم سوا تطلعوا بالكاميرا وتقولوا بلاير باسم. بلاير باسم. Birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I feel so good. مثل ما قلنا اول شيء، انا ملاحظه شغله ما بعرف اذا انت ملاحظها. شو؟ هلا عن جد عم نحكي. انا ملاحظها، ما بعرف اذا انت هلا ما بعرف اذا نفس الشيء اللي ملاحظتيه. انا ملاحظه. انت شو ملاحظ؟ انا ملاحظ كثير اشياء، بس ما بدي اقول قبل ما انت تقولي لي شو ملاحظه. انا شو لا ملاحظ؟ لا انت قل لي قبل. لا شو ملاحظين اثنيناتنا؟ انا ملاحظه انه رامي هيك هديين بعد اكثر. غريب، انا نفس الشيء. هلا بدي اقولها. بس شو محتاج؟ هلا بدي اقولها. لا عن جد. هلا شيل المزح، بتوافقني ولا لا؟ ما فيني شيل المزح. بتروح الكارير، ما في اذا شلنا المزح. بدنا ناكل. انا زلمه هيدا اللي معيش. هيدا اللي معيش. وهو زلمه عياش كثير يعني. إيه. انا هديان اكيد وقت اللي بيكون انسان مرتاح بزواجه، بيكون هيك رايق، القرارات كلها عم تطلع مناسبه، في هدوء يعني بشكل عام. بس انا بتعرفيني منى، انت ما بحيتك كنت هايبر او شيء، يعني دائما يعني كلمتك مدروسه ورايق. رامي شهد على هالفرحه حوالي 2500 شخص، مع العلم انه عدد كبير من الاشخاص ما وصل لهم الكارت بالوقت المناسب. أيوة. لانه الستامب الخاص بالكارت اللي رح نشوفه الليله بحديث البلد، لانه الكارت مختوم بالشمع الاحمر. أوف. وان شاء الله الباب بيناتكم يضل مختوم بالشمع الاحمر حتى ما حدا يفوت بيناتكم. برافو بالحياه. هالستامب انعمل بدبي وتاخر حتى يوصل. صحيح. وتاخروا بالكروتي حتى وصلوا. حتى وصلوا وحتى انبعتوا، يعني كان شورت نوتس كثير. بس يعني اذا بدك الشخص بيزعل كثير انه في ناس كثير محبين ما وصلها كارت، كنت حابب يكونوا موجودين. بس انا ودليدا اتفقنا على موضوع انه المحب بضله محب، يعني أكيد. كل الناس حتى لو ما وصلها كارت، حتى لو ما ينبسطوا لك يعني. رجعوا اجوا هنونا كلهم ببيتنا، يعني بحبوك وبينبسطوا لك. اكيد. بس انا بعتذر، يعني بعتذر من كثير ناس كنت حابب شوفها بعرسي، للاسف ما وصلها كارت، ما كانت عارفه بالموضوع امتى وكيف وليش، فكرت حالها مش معزومه، رجعت تفاجأت بكارت وصلها بعد جمعه.
من فنانين اصحابي ومن ناس قرايبين لنا كمان، بس كلهم هنونا بعدين وفرحوا لنا. قد ايه بيطلعوا يلي تقريبا ما وصل لهم الكروتي؟ بدي خبرك صراحه. لا عن جد نحن عملنا مثال، نحن عملنا بال 250 شخص تقريبا. 250 عرس صغير لانه شيء على الخفيف. حقيقه مثل ما قلت، اللي بحبك بحبك وبيفرح لك وبينبسط لك وبيفهم الظروف. يعني نحن عملنا تهاني، يعني عملناها من 5 ل 8. لو عملنا عرس كبير كنا متوقعين اكثر من 5000 شخص. يعني اكيد لانه معرفتك كبيره ومعرفك كثيره ومحبينك كثار، وانا يعني اللي بحبهم يكونوا موجودين كثار كمان. كمان كثار. رامي بال 2014 راح تخوض تجربه التمثيل كفان اليوم، خلينا نفصل هي. كنت بتحبي تشوفي رامي عم بيمثل؟ طبعا اكيد. هلا لانه هو اوريدي من فيديو كليبس اللي بيعملون مبين عنده القدره التمثيليه اللي هو عنده في تعبير. طبعا فكتير حبيته، انا من اول المشجعين لهذا الموضوع. رامي، هالفيلم السينمائي رح يكون من كتابة كلوديا مارشاليان وإخراج باسم كريستو، رح يتصور بأذار المقبل إذا الله راد. وباسم عم بيقول لي في ما بدنا كتير نعطي ديتاي. أول شيء زقفي لباسم. وكمان لكلوديا مارشاليان أكيد. أكيد. رح يصير في مؤتمر صحفي تعلنوا فيه عن. بس إذا بيسمح لي باسم أحكي إنه الفيلم فيه مسجز لبنانية مخيفة، يعني مسجز بتاخد العقل، وأنا كشاب لبناني كتير فخور إني أحمل على كتافي هالمسجز. صح. دليدا رامي بقول يوم إنك بتشكلي جسر عبور بينه وبين رامي عياش فاميلي أو راف، اللي هو رامي من كل وقت بقول فاميلي مش فانز. يعني قديش بتحبي تلعبي هالدور؟ كتير بحب طبعا انه انا اكون صلة الوصل هن يحسوا بينهم وبين رامي، لانه يمكن انا فان اوريدي، ف اي ابريشيت هيدا المحبه اللي هن عندهم اياها اكثر. وكل ما يعني عقد ما هن بحبوه صرت انا حبهم ومعلقه فيهم وبيحكوني وصار في كوميونيكيشن على طول معهم، وقد ما بقدر بجرب قد ما في ارد على الكل وكون دائما موجوده لجاوبهم. لازم نلاقي لكم اسم رديدة. كيف برانجلينا في رليدا لازم اللي... في درامي شو بدك فكرتوا فيها هيك رليدا اوقات رليدا بيعيطونا رليدا رليدا لكن رليدا هيدي خلص اطلقناها اليوم من حديث البلد رليدا مثل برانجلينا رليدا عياش رليدا رليدا عياش خلص. دليدا اول ما تعرفتي على رامي كنت بعدك يعني بدور اكثر الفان وهو النجم، كنت تطلبي منه يغني لك الاغاني؟ هلا دائما على طول يعني بعدني حتى لليوم دائما انا بحب يغني لي وين ما نكون ويعني باي وقت during the day. حتى بساله يعني قد ما بحب صوته سالته من يومين قلت له يعني انت خلقان هيك يعني جاي شركه يعني انه كيف كنت عم قطعتك الزقفه شو كنت عم تكفي؟ انه اسم الله لانه يعني هيدا البحه عاده انه بتشوفي فنان يمكن صوته ما بيكون كثير حلو اذا بيحكي بس بغني ببين بس هو عنده عنده اياها اي بوث. شو اكثر غنيه بتقولي له يغني لك اياها؟ هلا كثير بحب دوميني كثير على ذكريات حلوه. وكيف تخلص بس يقول لك ضميني 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 شو بتعملي بالاخر؟ بتخلص بضمي يعني بدك تعرفي كيف؟ كيف ايه بدنا نعرف. الله يهنيكم الله يهنيكم سوا احلى عريسين مثل ما قلنا اول شيء. رامي ودليدا عياش او راليدا عياش وانترفيو سوا. رح نسألكم سؤال ولازم الجواب يكون تنينتكم سوا. أوكي يعني واحد اثنين ثلاثة وسوا سوا. شو الغنية اللي بتذكركم ببعض؟ ضميني ضميني. أوكي سوا. وين المكان اللي بذكركم ببعض؟ ضميني. هاي ضميني هاي ضميني الفوقة ولا التحتة؟ حبيت شو بيقل؟ يلا من جديد. شو المكان اللي بذكركم ببعض؟ داون تاون. داون تاون. اوكي. أي بلد بتحبوا تكتشفوه سوا؟ تشاينا. شو بك؟ شو الحلم اللي بتحبوا تحققوه سوا؟ واحد اثنين ثلاثة. أولاد.
لولاد ان شاء الله يا رب. سوا شو الكلمة اللي بتحبوا تقولوها لبعض؟ حبك. لا لا هلا مرتي وجوزي هو الأكثر شيء هلا معلقين عليهم ف ما بعيط لدليدا ولا دليدا. ولا انا مئات ألوف الأشخاص اللي احتفلوا بفرحتهم إذا كان بزواج أو بخطبة أو بنجاح على أنغام على أنغام أغنيتك مبروك مثل الليلة رح نطلب منكم تشكروا على أنغام الأغنية. كنا عم نحكي عن الاولاد او جاي على بالكم تجيبوا اولاد ان شاء الله بتجيبوا اولاد على عدد اللولي بوبس الموجودين بهالبوكي. يعطيك الف عافيه حياتي كيتي ثانك يو. بدي اشكر الي هادو ماستر اوف كرياتيفيتي اللي عامل لكم هالبوكي وزنها ثقيل ما هيك دليدا اللي معمول من اللولي بوبس لانه انتم الله لازم يعطيكم احلى اولاد لانكم تهتموا بالولاد ولانكم حنونين مع الولاد من خلال جمعيتكم. وبدي اشكر شكر خاص لزياد وراغدة محمود اصحاب مأكولات شذا الورد الباروك اللي هن كمان اهتموا بهيدا الجاتو. الله يوفقكم وشكرا لكم. دليدا يعني ما فينا الا نتمنى لكم انه هالفرحه تكبر وتشمل الكل لانكم اليوم وزعتوا فرح على كل الحاضرين. ان شاء الله السنه الجايه بنستقبلكم مع رامي او دليدا جونيور او راليدا اذا بيكون توم يعني. وبنوعدكم انه اذا بيكون في معكم بيبي السنه الجايه رح نحط لولي بوبس على كل حديث البلد على العواميد رح نتليهم لولي بوبس. شكرا كثير لوجودكم معنا. ان شاء الله بيكون مستقبلكم حلو سوا مثل ما عم بتحضروا له بهالشكل الجيد على جميع الاصعده. ثانك يو حبيبه قلبي مني ومن دليدا بنشكركم. وبشكر كمان ميشيل على هدوءه اليوم ما تقل الدوز علينا. ايه كان هيك راح رومانتيكلي معكم. انا لانه بحبه كثير وبحترمه كثير عن جد انا ودليدا وانت ست الكل دائما منوره محل ما بتكوني. ميرسي باسم حلوة دنيتنا مبروك مبروك هالفرحة
حديث البلد. عم شوف شفافك عم بيهزوا بس موسوا على الزقيف لانه دخلتك غاليه علينا انت بتعرفي. ثانك يو اكزاكتلي. بولا كنت عم تشوف هالعرسان من برا وهيك قلت رزق الله رجعت عشت ايام العرس. لا بس قلت واضح انه بعدهم جديد. لا بتمنى لهم دائما السعاده و رامي وداليدا هلا تعرفت عليهم بالباك ستيج كثير لذيذين وان شاء الله بيعملوا عائله كثير حلوه. على كل حال انت عروسه شاشه دائما وانت دائما باناقتك وبطلتك دائما عروس بولا. بولا يعقوبيان انت اعلاميه مميزه ومقدمه برامج سياسيه اخرها انترفيوز عبر شاشه المستقبل وصاحبه مركز للتدريب على الاطلالات التلفزيونيه والتعاطي الاعلامي. يا ريت تدربيني شوي على التعاطي مع ميشيل. مع ميشيل ما بدك مركز ولا اكاديمي ولا ست سنين ستاج وما عم بيمشي الحال. ما كان فكره بعض بتعقدوا ما في احد منكم. وانت ضيفتنا الليله مع بدايه هالسنه الجديده. هيدي رشوه لميشيل يكون حبوب. هيدي رشوه حتى يكون حبوب مثل ما قال له رامي عائل الليله. عم نبلش هالسنه الجديده معك وبوقت عم تتفاقم في الازمه السياسيه. بولا اليوم انت محلله مراقبه اعلاميه، برايك رايحين على حلول يعني مثل ما بيقولوا اشتدي ازمه تنفرجي او لا اشتدي ازمه تشتدي؟ ان شاء الله منى بعتقد صعب كثير التحليل اليوم، عم نشوف في كثير عم بيجربوا يستشرفوا المستقبل، بس انا هذا بسميه يمكن educated guess اللي بيتابع شو عم بيصير بيقدر يشوف وين رايحين. زرعنا كثير اشياء سيئه بال 2013 و 2012، ما بعتقد فيك تحصد شيء منيح بال 2014، بس بدنا نضل نتامل بنقول لا ان شاء الله تكون سنه احسن، ان شاء الله يكون في انفراجات. انا بقول لك 2014 بخاف اكثر شيء انه لبنان يضل مهدى، يعني قد ايه وضعنا بنطلع بنقول سيء، ما بنعرف انه كان وضعنا منيح الا ما نوقع بالاسوء. ان شاء الله ما بنوقع بالمحظور. اليوم نحن على فصول نقطة مثل ما بيقولوا، يعني باجماع الكل اذا فينا نقول ان شاء الله نضلنا على هالقد، يعني هذا اللي عم بتقولي. ان شاء الله نقدر نزرع شي مره وعي مثلا ونشوف انه الناس مش بس عم بتنق عم بتغير. لما يكون عندها مجال في صناديق اقتراع ما بتروح بمذهبيتها وبغرائزيتها بتنتخب، لا بتحاسب جماعتها. صح، إذا بتعتبر إنه الوضع لازم يكون أفضل لازم يكون في محاسبة وبتتذكر، يعني ما بتفقد الذاكرة عند كل استحقاق. بولا البعض بينتقدك إنك بجلساتك بالمجتمع بتدافعي بقوة عن الرئيس سعد الحريري، مع العلم إنه أنت منك يعني عضو بتيار المستقبل، شو بتردي على هالانتقاد؟ أنا بعتبر الإنسان لما يكون منه على الشاشة هو حر برأيه بشو بيقول وكيف بيتوجه. أحياناً ما بدافع منا، بالعكس أحياناً بكون عندي انتقاد بشيء معين، أحياناً بدافع لما بسمع في ظلم. في أشياء أوقات بتستفزك إنه الناس بتصير تكرر مثل الببغاء شو بيسمعوا بعض الأشخاص بيقولوا بس لأنه الشخص المعجبين فيه هيك قال. أوقات في قصص تستفزك وكأنه منزل أكثر يعني أكثر الوقت صراحة أنا ما بناقش، لأنه صرت اكتشفت بعد كل هالسنين وأنا أكيد وصلت مثلي إنه الناس هالقد مصطفة وهالقد مقررة إنه النقاش ما عم بيوصل لمحل. إنك تحكي مثلا بالوقاية أو تجربي تغيري رأي الناس كثير صعب، ما حدا مقرر يغير رأيه أبدا. بس بدي أقول لك شغلة، أنا بلاقي الرئيس الحريري حاول يكون قائد جيد. أنا بالنسبة لي لما يمشي بمراحل معينة عكس أهواء وتيار ناس بيعرف إنه ممكن يخسر صوتهم، بيعرف إنه موقفه ممكن يأثر عليه، ما حدا من السياسيين اللبنانيين عملها. وهلأ إذا بدك أنا وياك بنتذكر واحد مشي عكس جمهوره بأي شيء أبداً، بيمشوا كيف بده التيار الجارف بيمشوا، كان مع الاعتدال على طول الخط. يعني مش بس بهيك، في نقاط محددة بتخسره بالسياسة ما تطلع عمل قناعته، وبعتقد هيدا نوع القيادة اللي بدنا اياه. صح، يعني مش اللي بيفكر بصندوق الاقتراع، اللي بيفكر بقناعاته، يعني مش بالشعبوية على قليلة. صح. بولا بالأعياد بتكون مشاعرنا هيك يمكن مستثارة أكثر، وأنت هالسنة فقدت والدتك. صحيح. كان له هيك يعني رحيلة وقع أشد على العيد؟ أكيد، خاصة عيد الميلاد، لأنه هيدا العيد اللي كنا نجمع كلنا سوا، وكانت
أمي يعني كبيرتنا ست رشال كانت تحب كثير. مزبوط رشال تسلم، كانت تحب كثير هيدا العيد، و يعني سنة كان كثير في غصة كل الوقت قاعدين أنا وأختي وولاد خالتي وهيك عم نجرب إنه ما نبكي، بالآخر ما قدرنا. يعني ما فيكي غير ما تتذكريها بالقصص الحلوة وبالأيام الصعبة، و يعني بول بول تكون ربع على إيديها. يعني أنت مضطرة تشتغلي وين ما كانت بمطرح أحسن من لبنان إن شاء الله. أكيد بمطرح أحسن. بول ربع على إيديها ابنك. مزبوط. يعني بول شو كان، كيف كان، كيف تفاعل مع رحيله؟ يمكن أول مرة بيواجه الموت ابني، يعني عمره كان 8 سنين أول مرة بيفقد حدا هالقد قريب، فكان كان كتير لإلي سند مهم. يعني ما بعرف قدي بول قدر يزعل لأنه كان كل وقت عم بيواسيني كتير بطريقة مني متوقعة، لا من صبي ولا بهالعمر يقدر يكون هالقد حنون وهالقد يقعد حد أمه بيلعب، يقعد حدي وعم بيواسيني، يا عم يلعب اللي بشعري، يا عم بيروقني، يقول قصص مش لعمره ومنه سمعها. يعني منه سمع لا أنا لا بيو منقولها بالبيت، ما بعرف منين بيجيبون هالجيل يعني. بس عن جد حسيت إنه بول كبير، حسيت في حدي رجال كبير مش ولد صغير أنا بدي واسيه. الله عن جد وساني منى. يعني نحن استمرار لأهلنا وولادنا استمرار لإلنا. نقول هيدي سنة الحياة وقولي الحمد لله اللي رحلت وأنتو بحالة جيدة، يعني ما شافت غير كل شيء منيح عليكم. بكير كان قد ايه عمرها الوالدة تقريبا؟ كانوا يعني بعد جمعتين كان بيصير عمرها 74. يعني ما كان ممنوع نقول هلا. نعم. أو لك هلا بتزعل مني. ممنوع العمر كان. الأنوثة بتضل حتى بعد ال يعني أنا حتى كنت لما أقول عمري مين سألك؟ لا إنه تقلك ليش عم تتبرعي تخبري يعني. الله يرحمها ويخليكم بولا. بولا زوجك الإعلامي موفق حرب عنده رأي بقصة الطبخ. يعني في مخصك عم تغير لك جو عنده أرق بكل شيء. الله يستر بقى. بس بالطبخ بالزيت بيعتبر إني مش بالزيت بالسمنة. حسب أنا إيه بالسمنة لأنه أطيب وعلى الطريقة القديمة لأنه حدا يتطلع فيها هيك ما بتقبل بولا إلا بهيدا يعني على الأصول. بيعتبر إنك من السيدات القليل الموهوبات بأنهم ينزعوا حتى البيض المسلوق. ولا حكي معه مطولا. طيب البرشت لا انه هو بحب البرشت اصلا. انا عم بعمل له ريجيم مش عم بيقدر هو القصه. يعني على كل حال بولا نجاحاتك كثير معوضه بمحلات ثانيه، ما حدا فيكون ملحق على كل شيء. ما هذا اللي عم جرب نقول له اياه. بس هلا خلينا نعرف يعني تفاصيل اكثر، ننتقل معك لفقره اقرب الناس وما بعرف بنشوف مين معقول ينضم بهالفقرة. وهلا أقرب الناس مع موفق حرب. موفق حرب انت من اهل البيت بالام تي في، محلل سياسي مستشار واعلامي معروف، والليله بيسعدنا انك تكون معنا باطلاله نادره على الام تي في لانك بتفضل فيها الشغل وراء الكواليس عن الظهور قدام الكاميرا. بس قبل ما نبدا معك حابين نعرف يعني من وحي حديثنا اللي قبل هالفقره شو الاكله السبيسيال اللي ما بتحبها الا من ايدين بولا؟ حديثنا اللي بيبيض الوجه. اي اختصاصي مغلي. عجب؟ لا بتعمل الكريب كثير طيب. بتعمل كريب طيب؟ انا إيه واحد يحكي ضميره يحكي ضميره. انا ابني جوشفيلا رند كريب. انا بعمل احسن كريب بالعالم. انا بحبيها بتكون تطلع معك بشكل طيب، لكن في كريب طيبه. اعترف. لكن حرام تقول انه حتى البيض المسلوق بتنزعه، انه في من يومين كنت عم بتعشى طلبت ستيك اجت محروقه، بعثت ورا المانجر قلت له لو بدي اكل محروق كلت بالبيت. كلت بالبيت. منيحه
منيحة موفق. موفق حرب، ما فينا نستضيفك من دون ما نتطرق للوضع السياسي ولو سريعا. ايه يعني بفهمك. اليوم مع مطلع السنة الجديدة عم بيحتل انتخاب رئيس الجمهورية، يعني إذا بدك العناوين الكبيرة، بتعتقد حسب يعني رأيك كمراقب وكمحلل رح نوصل لفراغ بالرئاسة الأولى ولا رح يتم انتخاب رئيس؟ بدي استعمل مقولة شهيرة لوزير الداخلية مروان الشربي، إن شاء الله ما يصير اللي ببالي. أي اللي هو اللي ببالك انه نروح للفراغ؟ يعني صعب يشوف بلد منقسمين على كل شيء، ان شاء الله يكون في شيء ببالك. يعني ببلد ما في شو اجتماعات تشريعيه، ما في تعيينات، ما في شيء انه يتفقوا يجتمعوا على انتخاب رئيس، ان شاء الله يكون. يعني لو قدروا يعملوا الحكومه كان قدروا، لو قدروا يعينوا اي شيء مش بس الحكومه، لو قدروا يمرروا الموازنه، لو قدروا يعملوا قانون انتخاب، لو قدروا يعملوا جلسه تشريعيه، لو قدروا يعملوا شو ما كان، فكيف يجتمعوا ينتخبوا رئيس جمهورية؟ قادرين يعملوا لبعضهم بس. بدنا نتريز الليلي. بعده عم بقلع هلا. ما اتفقنا لندع السلاح خارجا يا رفاق. موفق ان شاء الله. موفق. بتتجادلوا كثير انت وبولا بالسياسة ولا اجمالا متفقين؟ لا بنتجادل كثير. بتتجادلوا؟ مثل الطبخ. طيب على أي نقطة مثلا أكثر شيء أو نقاط يعني بتتجادلوا عليها؟ السياسي؟ اوقات ما بحب بعض الضيوف اللي بتجيبهم. على الضيوف يعني. أيوة. مش على قناعات سياسيه. لا اثنيناتنا بعتقد عندنا نفس المبادئ الساميه بالحياه، بتختلف على التفاصيل بس. التفاصيل. بولا بس يكون عندك اثنين عم يتحاوروا، بتحسون عم بيسمعوا بعض ولا كل واحد عم بيحكي لحاله اجمالا؟ لا كل واحد عم بيحكي لمين بده يسمعه. في للشريحه. في جزء بيحكوا للشريحه وفي جزء بيحكوا للزعيم. حسب الولاء لمين؟ يسمعنا الزعيم 100%. يرضى علينا مثلا اكثر كذا. على كل حال عرفنا رايكم قريب من بعض بالسياسه، ديفيرجون بالاكل، خلينا نشوف الامور. لا عندنا نفس الذوق بالاكل. لا عندنا ذوق نفس الذوق بالدليفري. عندنا اعتراض بس مين بيطبخهم بس. مين بيطبخهم بس؟ دائما بنحب ناكل. بنحب وبتحبوا زيت الاكلات، بس خلينا نشوف قد ايه صرتوا بعد 10 سنين زواج بتعرفوا بعض. ليه قلتي بعد 10 سنين هيك؟ لان 10 يعني حرزانين يعني لازم تكونوا كونتوا فكره عن بعض. لا انا ما لي عين لانه انا صار لي 23 سنه بقى. ان شاء الله بتضلكم مع بعض، جيبوا الاخوه لبول يا رب. هلا كل واحد راح يكون معه لوح وثلاث ثواني لحتى يكتب جوابه على اللوح اللي راح تجيبه مع كيتي. مع لوحين. منيحة منيحة منيحة. طيب هلا الأرض وزيت قدامكم، الأسئلة جاهزة. بدي أرجع أذكركم ثلاث ثواني، في سؤال يكون بس عن بولا بس نيتكم بتكون تجاوبوا عليه، وفي سؤال يكون بس عن موفق بس نيتكم. لا لا ميشيل الأوراق وإيدك. إيه قلت شو؟ لا فيك تعمل هيك وتكتب. فيك تعمل هيك وتكتب. أوكي تركيز. يلا مستعدين. أسعد لحظة بحياة بولا. يوم اللي تعرفت عم موفق. أوكي بدنا بتيس على الكاميرا دغري. ولادة بول لما ولد بول. حلو. هيدي سهلة كانت. أول سؤال 10/10. هيدي سهلة كل أم بعتقد. أسعد لحظة بحياة موفق. لما ولد بول. ما قالوا له. يا ريت ما محيتوها. إيه ما عمل لك ما كنا محينا. ايه ايه واو كثير رومانتك. موفق كثير ولادة بول لما تعرف على بولا، لانه لو ما بولا ما كان في لحظة بس مع ليه منى سيريسلي. ما خبر كان لازم تقلها من قبل. لو ما سيريسلي شوف يا زلمة بعد 10 سنين. بولا بحديث البلد بيطلعوا المشاعر وبهيدي الفقرة مثل ما هن. فيك تضل تيجي تعيش معنا. فيكم تضلكم تجوا على حديث البلد. لمين الكلمة النهائية بتربية بول؟ حلو حلو لموفق ولبولا، يعني متقاسمين كنا نعتقد بس
شوف نحن متفقين بالبيت هي مسؤولة عن تربية الصبي، وين منسكن، مصروف البيت، أنا مسؤول صوت بمجلس الأمن. أنت الأشياء اللي الخارجية، أنا السياسة الخارجية. لا بس بدي أقول لك بصراحة موفق كثير كثير، بي بيهتم ببول، بيقعد مع ابنه بشكل عن جد بي مثالي، بيعطي وقت. بس بآخر كلمة، لأن أنا فيي أقول شيء مثلا، بيجي بول بتعرفي صار محتال، بيجي لعند بيو دغري انه دادي في اعمل هيك، بكون انا قايله لا، بيقول له هو ايه، مشان هيك اخر كلمه لقلو. تطلع له تطلع لقلو انا لا موفق الايه. مين السياسي اللي بتتفقوا على محبته؟ اوه على محبته غير عاصم انصو. طيب لا لازم تقول بدي اكتب ثلاث ثواني عم بغش. لحظة. لا ما تغش، ما رح خليك تغش، بس متوقع انه أنا وياك على محبته، اثنيناتكم بتحبوه. أو ماي جاد. عتلين هم. مين؟ ميشيل سليمان وأوباما، هي رئيس جمهورية لبنان وأنت رئيس جمهورية. I don't even like Obama. أنا مش إنه منتفق، ما بحبه لأوباما. هو عمل هو عم بيبعد حتى ما يحرش حاله، هذا من مبدأ السياسة الخارجية. بس هلا مبدأ الاهتمام العالمي والسياسة الخارجية. لا ما هي كمان بعد عنده الرئيس أوباما 3 سنين، الرئيس سليمان كلهم 4 أشهر معه. بس بدي أقول لك هذا براغماتيك عجبي. بس خفت يمحي. أنا بحديث البلد مع منى كان بعده منتخبينه لل بعده طالع أوباما، بتذكر شو قلت لك زهرة صوتية امتين لما كان مفهوم، وقلت لنا انه انكتب عنه انه هو محطوط ب ون اوف ذا بيست كوميونيكيتورز، مظبوط، انه كاكثر حدا بيرسويسيف او شيء، يعني مثل للرجل البيرسويسيف بيعرف يحكي ومقنع. صحيح. مين السياسي اللي بيستفزكم اثنيناتكم؟ مصعبين اليوم ايه معذبين. ايه بيستفزنا اثنيناتنا؟ لا ما نتنياهو. انت كتبي عفيك يا عمي، انت ما في احلى من مخرج عدو الصهيوني. انت انت شو انت شو يعني انا ماشي انا مع السياسه الخارجيه. ايال عم فكر، ساعديني منى. ممنوع دغري على الارض. ثلاث ثواني. ما فينا نغش. لا بس لازم احط اسم. ايه بيستفزكم. مش يعني بتكرهي، بيستفزنا ما هي. ايه كتب جواب كثير صريح. لانه حطيت تويت قبل ما اجي بهالموضوع. أوكي. عرفت مين خلص. صار في نقول اذا بيستفزك كمان. ايه انه معطر حرام. لا والله معطر. ما بحبه انا، مش ما بحبه. اوكي انه معطر ما لي قلب. شو اكثر شيء بيستفزك بعدنان منصور؟ لا مشي لانه لبنان معروف بعلاقاته الخارجيه، الوزير عدنان منصور كانه لاغي هالوزاره، يعني لو ما في السفير السوري يستدعي كل شهرين ما في عنده شغل. حصرها بالعلاقه اللبنانيه السوريه. حصرها حرام انه بيتخانقوا على هالمنصب بعدين بيلغوه، مع احترامنا لمعالي الوزير، مع انه جرح فيه شخصيا، بس عم نحكي سياسي اليوم. سياسي وهذا على التويت يعني محطوط على مشكلته انه منه حديث البلد ولا اي بلد هو. مين موهوب بشراء الهدايا الاوريجينال اكثر؟ موفقة وموفقة يا بولا. لا ما في شك. لا بس انا بدي اعترف انه مرة فاجأتني، جبت لي جيفت كارد. مهضوم الجيفت كارد. حلوة برانتي. بدك تشوف الرياكشن تبعه على شهر. هاو ثوتفول. طب هي عم بدها اياك انه انت تشتري الشغلة اللي بتحبها. لا هي كثير مشغولة لانه عن جد انا بنظم وقتي. في اسألك على اخر هدية جاب لي اياها. شو اخر هديه؟ لا قبل اخر هديه. اخر هديه كثير حلوه حبيتها، بس قبل اخر هديه جاب لي كمام. كمام؟ ايه ايه كمام كثير بس كمام للرياضه عاملينها. كمام ما بمزح. كمام ليك انا كست بقول لك كانت حبت الجيفت كارد اكثر. ثانك يو مانا. بعد هيدي الهديه تعلمت. شو كان تاريخ اول لقاء بيناتكم؟ اوه بدي سنة وشهر ويوم ولا لا سنة إذا عندك يوم كلهم بكون كثير منيح. سنة ما ب... لا سنة كثير يعني كمان بولا شهر. بعتقد لا بس يمكن معه حق. ال 2000 سبتمبر 2001 جيت على واشنطن. لا موفق هيدي اكيد. لا
جيتي على واشنطن عملتي حلقات بعد سبتمبر 11 تعرفته بواشنطن؟ تعرفته بواشنطن؟ كنت بالحرة؟ لا لا, لا. كنت بجريدة الحياة بعد بجريدة الحياة وتعرفته كان في جاي تغطي بعد كنت عم بعمل حلقة كنت عم بعمل حلقة بس بسنة ال 2000 وكنت بعد منه مش صاير 911 لأنه 911 أنا كنت حاجزة روح أمريكا ولغيت يمكن جيت تعرفتي عن الأرب أمريكيز بعكي حق بالأمريكي عملت مزبوط مزبوط بعتذر بعتذر هلا برجع اوكي سبتمبر 2000 بس مش سبتمبر لا مش سبتمبر لا بس بس شفته يعني بحلقة وهي كانت وما عدت شفته لحد ما رجعنا التقينا بال 2003 تجوزنا بال 2004 ما شفت يعني مش انه هيدا كان اول لقاء طب صار في اعجاب انعجبت فيها بهيدي الحلقة اول مرة ايه بس هي كانت هي ما انت ما تذكرتي لما شفتني تاني مره ما كنت مستلقى فولا لا تاني مره ما قال شيء شو ما قال شيء ما ضل شيء ما قالوا عملوا رقابه وقت قطشوا الحلقه شو ما قال نظرات وهمسات طيب سؤال صعب شوي مين سريع البديهه اكثر اوه معروفه اكيد معروفه بشق لا 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 لا, 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 لا شو مين عم يتلايق مع الثاني في حدا عم يتلايق مع الثاني هي مسيره هي اسرع من موفق موفق فظيع ايه يعني ما في اسرع من هيك فظيع فظيع شفت اللي بحبه يعني حلم اي مخرج مشان حلم اي مخرج كاتاويز دايركت اوكي مين عنيد اكثر لا معروف عينتيها معروف عينتيها عينتيها فولا بتعترف انه فولا انا عنيده فولا موفق مش عنيد ابدا اصلا موفق في يكون زعلان كثير بعد دقيقه ينسى مثلا لا انا بتاخذ معي قد ايه بتاخذ معك اذا زعلت من موفق قد ايه بتاخذ معك سنين 10 سنين بعدها زعلان لهلا من اول يوم عطي فسيت عطي فسيت بال 4/4/2014 بيصيروا 10 سنين زعلانه حردانه طيب فينا نعتبر هلا تيرنينج بوينت اقرب الناس بحديث البلد بدك تتذكر ليه بس تبعال اذا نسيتي ليه انا راح السبب خلص مين بيحكي اكثر اكثر طراحيل لكن والله هي اول مره الرجل بيكون بيحكي اكثر من الست هي بيدفعوا لها لتحكي انا بيدفعوا لي لاسكت انا هيدا اللي بيقولوا لجوزي اوقات بيقول لي اوقات كثير بيقول لي منى اف شو بتحكي قلت له حبيبي بعد الخبره طلعوا بيدفعوا لي لاحكي بيدفعوا لي لاسكت بقى عندكم الامر مقلوب بالبيت مين بيسرع اكثر بالسياره لكن كان عندي شعور انه انت بولا ايه انا صحيح لانه بتحب السيارات انت بحب السيارات واللي بيحب السيارات اجمالا عنده حميصة بدي اوصل بدي عجل مستعجل انا بحترم القانون مستعجل وبعدين بتكون عم تحكي على التليفون اذا هيدا فما في يحكي كثير التويت وبين انا طيب مين عقله اكبر شو صعبه صعبة اثنيناتهم عقلاتهم لحظة اثنين عقلنا صغيرة انت قلتيها يلا لا يلا بعرف انك منقى حالك بس ما حاعطيك هالبلاجر ابدا نحن نقول عقله اكبر انا وتايم ستان قال طيب نحن نقول عقله اكبر يعني هو بيحتوي الاخر ببادر ليصالح الاخر تايمز 20 لكن كمان يعني هي بتبادر لحتى ترتب الاجواء انا حتى لو كنت انا لو كانت هي غلطانه معي انا دائما ببادر لصالح لا ولا مره بتغلط معك سمبل قال بس بتعرفي شو معها حق لا بس عم لو ما هيك جرجرتني على الحلقة الليلية فولا وموفق يعني بدنا نتمنى لكم سنة مليئة بالإنجازات ورح نستبقيكم معنا ومكفين معكم خلال هالحلقة أكيد أوكي أكيد موافقين تنيناتكم بدنا جواب سريع على الأرض واضح على الهيدي يس كيف ما زال we have two yes لكن قلت مثل ما بدها مثل ما بدها قلت yes يعني حديث البلد مع ميريام كلينك حديث البلد
وسهلا فيك بحديث البلد. ميشيل شو بدك تقول لميريام اليوم بهالطله وبهاللوك؟ نورت. لا لا شو بك؟ يقبرني اللي خلقي. ثانك يو ميشيل. موفق يعني حتى لو المدام هون. انا بعرف بولا اوبن مايندد وعقلها كبير. هلا بعدها كاتبه على الارض. اذا بدك تتغزل بميريام شو بتقول لها على الفوت؟ اه برنا راجل قالت تعرفها. عندك هون فولور وفان لكينا بكلينك ستان. انا سي اي صحيح. انت كلينك ستان. ميريام كلينك ستان. كلينكستان. ميريام كلينك، انت عارضه ازياء سابقه ومغنيه لبنانيه معروفه بصورك وتصريحاتك الناريه. صح. الاثنين. ومؤخرا باغانيك عن البيئه، البطاله، الهجره، الفساد وغيرها. ميريام اليوم بتقولي انك عم تتعاوني مع اسم فني كبير ورح تصدري عن قريب ثلاث اغاني جديده بتحكي فيها هالمره عن الحب والامور العاطفيه. صح. مغيره تام. صح. فينا نقول انه ميريام مغرومه هيدي الفتره وهيدا عم بأثر على اغانيها؟ لا لا, لا ما في حدا بالقلب هلا. لا هلا هي عم تثاقب لا على حظ حديث البلد ولا انت مسكره كل هالفتره؟ ايه ثاقبت وقتها بحديث البلد. غريب بس عم تفوت لهون عم تفوت. كل ما تفوت لهون ما بعرف شو بيصير. انه بتترك بلكي بتنعجب بميشيل بتنسي الاشخاص الثانيين. لا بتترك قبل ما تفوت. ميريام على كل حال ان شاء الله بتكوني برفقه الشخص اللي بتحبيه دائما. قلتي لنا انه احدى هالاغنيات رح تكون بعنوان كل يوم على بكره. اوكي هلا اول مره بقولها وللام تي في بس ويعني بخص الموضوع لحديث البلد اكسكلوزيف. اهلا وسهلا. انه الغنيه اسمها كل يوم على بكره. ما تتخيل شيء ميشيل. اوكي ما بعرف شو حتقول يعني. كل يوم على بكره بتبقي مسربه. لا لا سوري انا بنام بكير. لا ميريام ما بتحب الطبيعه وبتحب تمشي حتى على قوانين الطبيعه وما باكل جتات. كلهم بعرفهم عنك. اه جود. جتات يعني معنا لحمه منا ايربيكور. لا فيجيتيريان. روحه طالعه اربيفور وافتر. اوكي عم بغني هلا للحب اكيد لانه صار لي فتره انه بلشت مع لبسين بعدين حبيت اقول ارائي يعني دائما الواحد بفش خلقه غنيهم يعني نحن اللي بنفش خلقنا بنقولهم وقتها بنشوف سياسيه وقتها بنشوف الوضع بلبنان بنقولهم بالكلام وبنحضر اخبار وبنصير نسب. انا عملتهم على غنيه وقلت يعني الوضع كلام المحكي تبع كل يوم كلام المحكي اكيد وقلت فهون يا مثل ما كلنا بنقول قدام الاخبار وقتها بنحضر الاخبار بنصير نسب سب وهيك. سو انا عملتهم بنوع غنيه لوصل الرساله لاقول انه كمان خلص بالفراب يعني زهقنا وعملت وقتها هالاغاني بتحكي عن الوضع بلبنان. بس قررت انه هلا خلص انه بقدر لازم شوي احكي عن الحب لا دائما انه اطلع بشيء جديد ما دائما اكون بذات يعني احكي عن ذات المواضيع وحبيت احكي عن الحب لانه الحب كثير مهم. أكيد. بس بطريقه سلسه ومهضومه مع حدا كثير مهم يعني انا يا ريت لو في هلا اقول اسمه بس عبالي اعمل شوك للعالم لما بقى تقعد تحكي انه ميريام انه بتغني هيك لا انه هلا مع شخص كثير مهم. بالعكس كثير مبسوطين ميريام كثير مبسوطين وما حدا عم يحكي هذا الحكي اللي عم تقوليه يعني مش رح تكون مفاجأة انه اذا اسم كبير رح يكون متعاون معك. واكيد رح يطلع عمل حلو. ثانك يو ميشيل. ميريام يعني رح يعملوا فينا نقول من هلا انه هالاغاني رح يعملوا ريفوليوشن؟ مش ريفوليوشن لا الريفوليوشن عملتها ديجا هيدا اغاني يمكن حتذكرنا على قصص شوي قديمه يعني كيف كنت يعني مغنى قديم شوي بس كثير حلو بس عن جد ما حابه اقول الاسم لانه بتعرفي انت الصحافه والميديا ببلشوا يحكوا كثير ويحرقوا ما بقى على بالي يعني هلا كثير عم بنتبه لخطواتي وان شاء الله بالوقت المناسب بتعرف بما انه الميديا من حرتي طب شو طالع له هذا الشخص اللي كثير المهم بالتعامل معك؟ ليك وقتها تنزل ينزلوا الاغاني بنرجع بنحكي عن الموضوع بنرجع انا وياه عن حديث البلد وبنحكي بنحكي لنشوف الايفكت اللي رح يعملوها الاغاني ربيع العربي الجديد. انا بقول لك شو رح يعملوا لانه ليك شو حيعملوا. ميريام انت عم تقولي اليوم انت عم تقولي اليوم انه انت كثير مبسوطه انك عم تتعاوني مع هيدا الشخص الكبير. انا بدي اسال جمهورنا اليوم بدي جواب على العالم واضح انتم مبسوطين انه ميريام معنا اليوم؟
انتم مبسوطين انه ميريام معنا اليوم؟ ميريام تصاريحك دائما بتثير الجدل، واخرها تعبيرك عن استيائك من العاصفه اليكسا والزوبعه الاعلاميه اللي رفقتها. طب معقول؟ اوكي. كل شغله باله لميشيل انه تجي اليكسا وتقومي انت ما تتصوري السنه بالمايو على بس في لك شغله منا السنه تلجت بس دغري دابوا التلجات يعني ما لحقت اعمل مثل السنه الماضيه بس فيهم اكيد بدهم يدوبوا لا بس عن جد دغري دابوا يعني وهيك سو نطرت لتتلج يعني يمكن كانوا مستنزرين العاصفه نهار يعني كانوا يعني مستنزرين نهار طلعت بعد شي ثلاث ايام وصلت يعني تاخرت وبعدين انا قلت بدي اعمل مثل السنه الماضيه نزلت تحت التلج وتصورت بالمايو يعني هو تحدي يعني مثل رساله انه يعني يعني رسالة شو بس سوري انه هي طبيعة يعني هيدا الشيء انه هالحق انه هيدا الله يعني ظروف البيئة طبيعة هيدا الشيء طبيعي من الله وهي بتنزل يعني كما خلقت يعني مش إذا تلج الأرصاد الجوية يعني في صور جديد على التلج هلا السنة ناطرة العاصفة ناطرة العاصفة ورح ترجع تتصوري بحد بيتك مثل سنة الماضية لا طلع فريا يعني بدي السعة أكثر طيب في يعرف ميشيل أيمتى بالتحديد رح تعملي هيدا بدنا ننطر العاصفة بدنا ننطر أخبار الأم تي في أنا بحس دغري أنا بالنسبة لي هيدا رادار أي بتحس أيمتى رح حس تعمل أيمتى بتكون هي عم تتصور بالمليو بالتلجي في عندي رادار يعني دغري بيلقط الذبذبات ميريام عبرتي خلال العاصفة عن تعاطفك مع اللاجئين السوريين اللي قاعدين بالخيام وعم بيتحملوا الجوع والبرد ومشكورة يعني على شيء وقلت انك حابة تمضي ليلة معهم لتشعري بمعاناتهم بس عملوا لي منه قضية يعني كبرت بالصحافة وبالميديا يعني بطريقة انصدمتني كثير انك رح تتصوري عارية لا هيدا لا عم بيخلطوا القصص ببعض اكيد ما خلصتهم ببعضهم انا كنت عم بحكي بخصوص المايو لانه عم بتحدى البرد والسقعه بين انا وحالي يعني ما خص الموضوع طالما اللاجئين السوريين انا حبيت ما خص السوريين يعني مين ما كان يعني هيدا شيء انساني انا ما بفكر انه هيدا بلد وهيدا انسان اخر شيء مثل ما قالت بولا قبل هيدا التعصب يعني نحن بناخذ الاشخاص حسب شكلهم وديانتهم وطائفتهم هيدا شيء بلا طعم انا بلاقي في شيء اسمه انسان اليوم وفي ناس يعني حبيت انه عيش لهن بعشو يعني اتحمل اللي هن بيتحملوه وكتبت شيء عن فيسبوك يعني انه هلا في عاصفه وحبيت اقضي 24 ساعه معه انه هيك وقامت الصرخه وطلعت الدنيا لانه حاب احس مع هول العالم اللي عن جد عم بيتعذبوا اللي عن جد انه هن مش مبسوطين جايين هون يقعدوا يعني هن مضطرين لانه في حرب يدور اكيد ما حدا بحبوكي هلا مو بعرف بس انا هيك حبيت يعني اعمل شيء طيب ميريام نشرتي تعليق على الفيسبوك بعد حادثه العثور على هيدا فيسبوك عمل لي اذى من هيدا فيسبوك انا كل ما بكتب شيء بيصير اون تي في اون ذا ميديا يعني عن جد اوقات عم بنصدم انه اي يعني الميديا بتطلع اخبارك حتى تلتقط اخبارك على الفيسبوك وبتعطيهم مواد دسمه انت كمان الفو ابو يعني بتعطيهم مصر بيقولوا فيس ابوك وامك بعد حادثه العثور على طفل رضيع تحت جسر الرميله هتقولي لقلته؟ لا لا ما رح اقوله عندي اياه بالانجلش ما رح اقوله ملطف شو هيك بس كل العالم عرفت بعرف هالحقيقه بعد هالحادثه بعد ما لقوا طفل رضيع تحت جسر الرميله قلتي انه اذا الناس ملاقيين حالهم ما فيهم يربوا ولد احسن لهم ما يجيبوه على هالدنيا وخلوهم يتعلموا يستعملوا بريزرفاتيف او واقي الوقت ذكري ذكري وقلتي كمان انه يا ريت ميرسي على المرادفات لا العالم الشباب والصبايا في شغله ما حبيتها بالبلد انه قديش اهون واحد يربي او يتبنى بسين ما انه يتبنى ولد صح. كنت اليوم بتحبي تتبني ولد يعني وقت بعثوا لي اللينك انا انصدمت انه كيف واحد بيقدر يكب ابنه يعني انا اذا عندي بسين صار عندي من بسين صار 11 لانه ما بقدر كبهم لانه بعت الهم مين حياخذهم كيف وحده حاطه باحشاء 9 اشهر ولد تجي بتكب هيك فجاه لانه ما بتقدر تعيشه لو انا لو بدي اموت لو ما معي ليره بدي اقعد على الطريق انه ما في كب انه ولد فانا لقيت هذا الشيء انه كثير عيب واستفزني الموضوع انا وقتها استفز بجن يعني وبتعبري الى الماكسيموم وبتعبري على خيرك هو حدا يستفز انا شخص كثير صريح يعني ما بعرف كذب ما بعرف اكتب اراء انه لارضي الغير انه بقول اللي بحسه اوقات لازم تصدمي لتوصل الفكره اسرع اليوم لو فيك تتبني ولد تتبني ولد ااا
هلا التبني شغله صعبه يعني، مش من مكان لازم يتبنى، اكيد في في يعني معاملات اكيد، مش انه بس انا قلت يا ريت فينا نتبنى مثل ما نتبنى بسينات وهيك، لانه في كثير اولاد عن جد مشردين وحرام يعني، انه ليه لا أكيد. بس اكيد ما انا شغله هين، اخر شيء انسان اكيد. ميريام معروف عنك دفاعك الشرس عن الحيوانات، واليوم بتملكي 12 بسين اشهرهم عنتر و11 كلب ابرزهم زعيم، وسبق وخصيت كل واحد منهم باغنيه بالاضافه لحمار وحيه. حيه حيه اي حيه؟ هي حيه لقيتها بجنينه يعني، كنت فوت من الشباك مره بالغلط لقيتها بالحمام. حيه حيه من اللي بيعقصوا يعني، مش هدول الحيات. هي سوداء طويله كثير ما بتعمل شيء يعني، سميتها سيسي عم تفوت عم هيك تعمل هيك، سميتها سيسي وبجنينه. عندي حيه اسمها سيسي. بس انت صار كذا مره مبلغه او عن يضيع حشي من الحيوانات او ينسرقوا او ينخطفوا او تنطلب منك فديه، عم بيصير معك هدول القصص؟ صح صارت. هلا في زعيم ضاع 30 ثانيه، بعد 30 ثانيه ثقبت في كابل لقوه اخذوه. سوري بس بول بضيعه اكثر من 30 ثانيه. 30 ثانيه ايه، لانه هو زعيم عم نحكي عن الكلب يعني بالغلط طلع يعني برات البيت. وما في 30 30 سكوند، ما في دقيقه يعني اختفى الكلب، انه صرنا نفتش نفتش على 3 ايام. اخر شيء حطيت على فيسبوك، فيسبوك شغله كثير مهمه، بعد 24 ساعه بلاقي بالبيت ورقه بنت قالت لي انا بعرف قد الواحد صعب يخسر كلبه، بس كلبي عندك. عندي كلبك عندي. كلبك عندي. كلب كلبه عند كلبي عندي. كلبي عندي. كلب ولدي على حجر. انه كلبي عندها. كلب ولدي على حجر. ما صدقت يعني، اخر شيء جابت لي اياه. بس عرفنا اليوم انه الدرك قد ما صرت مبلغتيهم عن الحيوانات والبسينات والحمار والكلاب، صاروا هن في اربع دركيه قدام الباب على طول. صار في صاروا كل فتره هن بيتلفنوا ليطمنوا. اول شيء بدي اشكر الدرك بكفايه فوق، لانه عن جد عم تعبهم. هلا هن 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 عن جد بس ليطمنوا على الحيوانات ولا بتعرفوا حتى يحكوا معك ميريام؟ انت شو بتقولي فولا؟ لا الحيوانات لا، انا بعرف انه قد في جرايم ومصايب وبالبلد وبتلفني لهم على قصص مهمه اوقات، بس الكلب مهم كمان كثير مهم الكلب، بس يتلفنوا يطمنوا اذا في شيء صار مع الكلب. هلا عم بتلفنوا ليحرك شو بميريام؟ لا يحكوا معك هذا العادي. ميريام السنة رح نتعرف على وجه جديد لإلك، لأنك بعد شهر رح تباشري بتصوير فيلم رعب، انتبه ميشيل. ما أنا ممثل فيه. أنت ممثل فيه؟ أنت اللي هو اللي بيقتلوه بأول فيلم؟ أنا اللي بتشرحني بتقتلني وبتقطعني. لا مش ميشيل. فيلم رعب من بطولتك بيجمع عدد من الممثلين من مختلف الجنسيات إلى جانب بعض الوجوه اللبنانية الغير معروفة. نحن بدنا نتمنى لك سنة ناجحة بعيدة عن المشاكل والسرقات والخطف كمان، وبعيدة عن الرعب بالحقيقة. خطف السيلات. إيه لأنه خلص أكيد. جميلة اسمعي. أصلا هلا في كاميرا، في كاميرا حتى كاميرا، وفي عندهم سيكيورتي، خلص الحيوانات ما بتركهم بقى أبدا. لأنه عن جد صاروا مشهورين يعني، ناس بيتقصدوا. ايه هيدا انت شو ميشيل؟ شو بالنسبه لشو؟ لانك شايفتها كثير رايح بالحديث. اي حديث؟ بحديث ميريام. حديث البلد. ما موفق شو؟ بشو؟ موفق حبيبي موفق، بس عم تقول لك موفق. حلو اسمك موفق. انا بس انا بصراحه لحتى اكون صريح معكم، انا مش قادر اتحمل هالجمال، هالجسد الحلو، هالبياض، هالشقار، هالعيون. أنا رح استأذن لأنه إذا بإيد بده يصير في جريمة. والمشكلة إنه هون في سكيورتي، المشكلة إنه هون في سكيورتي وفي كاميرات. إيه؟ يعني بتنكمش دغري. يعني الأفضل إنه خليني أنا استأذن. موفق أنت استلم عنك. عندك سيفو الليلة، نحن عم نصور نهار خميس وتأخرناك عن العرض، ميرسي كثير لوجودك معنا، بس بعرف انك فالل وقلبك معنا. اكيد. فولا عندك مداخلة.
عليه. لا لا بس بدي اقول لك اذا موفق صديق البرنامج مثلا محل ميشيل ما بيبين لك ولا صديق البرنامج ما بيبين لك صديق. لا بس سريع الليلي لبى اكثر من ميشيل صراحه ما هيك؟ عنده روح الفكاهيه بتحزيه. ايه عن جد ما بيتعاطى بالسيرة. شفت عم تعملها كومبليمون. ايوه انا شو عم بعمل كل الوقت. ميريام مع انك ما بتعرفي تحكي هيك وهيك بتحكي دغري بس ميريام كلينك وانترفيو هيك او هيك. قهوة او شاي؟ شاي ما بتيق القهوة. بحر او ثلج؟ انت كل شيء مع كل شيء على كل حال ما بيضر. بحر. سياسة او موديلينج؟ هلا سياسة. سياسة. غنى او تمثيل؟ غنى. 14 اذار او 8 اذار؟ ولا هي ولا هي، هن عم بيخربوا لبنان اثنيناتهم اليوم. هيفا او اليسا؟ هيفا. اصحاب انت وهيفا بتعرفيها؟ بعرفها صورنا كذا مره مع بعض. قبل وقت الايام الموديلينج. حب عذري او حريه جنسيه؟ عذري. كان رح يعلق علي موافق ليه ما علقت على عذري؟ عذري معي. لانه هيدا الحب الحقيقي. هيدا الحب الحقيقي. بس انت اليوم يعني هذا في تناقض شوي، انت عندك اللوك السكسي الاثاره الهي، انا بعرف بالسايكولوجي ما لها دخله. ما لها دخله بس انا نحن عم نشرح للمشاهدين اليوم، يعني بيتفاجئوا انه يسمعوا من ميريام انه هي مع الحب العذري بوقتها هي هالقد سكس سيمبل. ما خص شو خص الفيزيكال ابييرنس بالشخص، في تكون عندك، انا كنت ما بدي احكي على الموضوع بس وحده فيها تكون ملتمه ومحجبه وكل شيء وتكون يمكن ما بعرف شو تعمل، وحده تكون كثير سكسي وما خاصه ما خص يعني ما خصهم ببعضهم. يعني انا بعرف بنات بيلبسوا تايير وبيقعدوا هيك كثير انه بيكونوا هن كثير يعني ما بيامنوا بهالشيء، بس انا بالعكس كثير بامن بالحب العذري كثير، يعني لانه هذا الحب الحقيقي، هذاك بصير حب انه مثل شغف او باسيون وبعدين بيروح، بس الحب الحقيقي هو الحب العذري اكيد. طيب بولا بتغاري على موفق ولا ما بتغاري على موفق؟ لا انا ما بغار بالمطلق، يعني بعتبر انه شخص فكيف عم وفق؟ لا بديهة. بس بدي انتبه واحد من سرعة بديهته كثير. لا موفق كثير بيمزح كل الوقت بعرف 24 يعني 7 ايام بس كمشك فيها هيدي كمشك فيها. لا لا بس عن جد فكرة الغيرة بستغربها انه وقتها واحد بده يطلع او بده يروح لانه هيك حاسس بتتركيه، يعني ما ماني مع فكرة انه بعمل له قتلة مثلا حتى لو كنت انه عجب انا بتطلع بتقطع مرة حلوة بعمل له مشكلة مثلا انه هلا في ما يتطلع بميريام شو بعمل؟ ما بعمل شيء. ثانك يو. طيب بس انا كثير بغار. يعني هيدا انا هيدا ما خص، هيدا شفته مثلا بيقولوا الواحد ما خص، يعني انا طبعي كثير يعني اذا كنت قاعده يعني بحب اضربه بالبيت ما يطلع ويدخل. بوسيسيف. علاقه جنسيه قبل الزواج ولا علاقه جنسيه بعد الزواج؟ طبعا بعد الزواج اكيد ضد العلاقه الجنسيه قبل الزواج. لانه ما يعني اسمه زواج، يعني شو بتتركي للزواج؟ إذا بتعملي كل شيء مع الشخص وبتكتشفيه على الآخر شو بيضل فيه للزواج؟ مش هيك بيتجوزوا بعدين بيطلقوا؟ ما بقى في شيء يكتشفوه مع بعض. أنا أكيد بعد. أنت متجوزة؟ لا. ليه؟ طيب بولا من هون الحب العذري. شو قصدك بالسؤال بولا؟ شو قصدك بالسؤال؟ اسأليها سؤال مباشر. لا بس عم شوف إنه فكرتها مجوزة وعم بتقول يعني هلا هيك بعد الزواج ما توقعت إنه طيب ميريام السؤال الأخير، مبسوطة أو زعلانة؟ حسب هلا كثير مبسوطة معك. نحن مبسوطين فيك كثير كثير كثير. خلينا نشوف كيتي شو معقول تكون مخبيت لك ميريام الليلة. كيتي ميريام شو؟ رددي مع المتظاهرين وراءك شعارات حملتك الانتخابية، استخدمي كاميرا كيتي للتصوير. اوكي عندك شعار؟ عندك شعار؟ اوكي
أنا عم فكر بلبنان أولاً وننسى الزعمة وننسيهم لأنه ميشيل تارك له شعار عم تلعب دور ميشيل مزبوط هلا وصلني أيوة ميشيل وصلني شو بيقول هالشعار؟ لا وصاني وبتعرفي خطه كثير الله يستر اذا ميشيل يعني شيء كثير خطه حلو لا بس اعطيكي شيء كثير عميق بيتناسب مع الطروحات ومع اوكي انتخبي كلينك واوعى تخاف الوحد والبلد بيوقف اكيد لا يا ميشيل لا اكيد لا هذا ميشيل رزين لا اكيد لا لا عجبك واقعي واقعي ميشيل واقعي عجبك شو ميشيل لا بليز احكي مع ميشيل بتعرفي في شغله من دائما بدك تقولي لبنان اولا بدي اقول لبنان اولا انه ما بدنا فريق 14 وفريق 8 بدنا لبنان اول شيء طيب بعدين لكن شعارنا الليله لبنان اولا ميريا مفضله بالمظاهر بس وين العالم يلا هن رح يقولوا بدنا تجي الكاميرا بدنا هيدا البوق كاميرا كيتي بدك تحطيها يلا يلا شباب يلا بدي أبوق لبنان أولا لبنان أولا لبنان أولا ما بدنا طائفية لبنان أولا يلا جاي عيدوا مرة يلا 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 لبنان أولا لبنان أولا لبنان أولا لبنان حديث البلد مع كريم بيوض مساء الخير كريم بيوض واهلا وسهلا فيك بحديث البلد كيف هالقعدة اول شيء يعني بتضيع شوي ضيع لهون منيحة موافقة منيحة موافقة ما ضيع صوت مالته إذا هي ما بتغير أنا بغير يعني it doesn't go both ways يعني كريم بيوض أنت ناشط بالحقل العام من أكثر من 8 سنين ومدير برامج الإغاثة بمؤسسة الرؤية العالمية أو World Vision من سنتين وضيفنا الليلة من بعد ما سلمته المساعدات اللي قدر يجمعها حديث البلد للإخوة السوريين بلبنان وهالشي صار بحلقة الميلاد كريم قررتوا تسلموا هالتبرعات للناسحين الموجودين بالجنوب واللي معظمهم غير مسجلين على لوائح الأمم المتحدة ليش اخترتوا هالمجموعة بالذات وكيف تمت عملية توزيع الأغراض؟ يعني هي هيدي المجموعة هي بتنعد مجموعة من اللاجئين اللي قدمت حديثاً إلى لبنان اللي هن معروف إنهم بيكونوا الأكثر حاجة لأنهم جايين من ظروف أصعب من اللي صار لهم فترة وتسنينهم يستفيدوا من شبكة الخدمات اللي بتأمنها منظمات العاملة بالإغاثة لهذا السبب نحن اخترنا هيدي الشريحة بوقت كنا عم ببلش فصل الشتاء وكانت مساهمة كريمة من حديث بلد نحن بنشكركم عليها وقدرنا نوصل لحوالي 200 ولد لعائلات سوريين قدمت حديثا إلى الجنوب وهن عندهم حاجات عديدة قدرنا نلبي البعض منا بمساهمتكم الكريمة ونحن عم نقوم بالواجب بمشاريعنا الأخرى يعطيكم ألف عافية كريم بيوض بدي أرجع أتشكر كل اللي ساهموا معنا بهالحملة اللي صارت على عيد الميلاد خاصة سبورتس فور ايفر اللي قدم 50 ساك دوكوشاج او اللي هن باجز للنوم يعني اكياس للنوم عقيل اخوان اللي قدم 200 كنزة جوي كلوب اللي قدم عدد من الالعاب اضافة الى شركة خاصة قدمت صحون وكبيت وتحفظت على اسمها وضيفتنا بحلقة عيد الميلاد النجمة اليسا اللي انا وياها قدمنا بيك اب من
من الحرمات. قبل ما نكفي سوا خلينا نشوف، هو ما في شيء حرزان بس حتى تو انيشيت يعني حتى نطلق هالحمله اللي مثل ما قلت لك كفت اليوم ويا ريت تضلها مكفيه. قبل ما كفي حديثنا معك خلينا نشوف كيف جمع فريق حديث البلد هالمساعدات ووصلها لورلد فيجن، بس حتى نقدر نشوفها بدي اطلب منك تطلع بكاميرتك وبس تضوي احمر تقول بلاير باسم. صح. معك بدي اقول انه محل انفانتياج بمزرعه يشوع حب يقدم كمان 50 لعبه الليله، في فاعل خير تبرع ببيك اب كامل من الحرمات، وفي نجم صديق اتصل فينا اليوم وتبرع كمان ببيك اب ثاني من الحرمات بس مش حابب يذكر اسمه. ليه ما بتقول اسمه انت منى؟ لانه طلب انه ما لا حلو بيكون هيك مثال يمكن للاخرين، في يقول انا انه فارس كرم ما في يقول بتحطم لا يعني انا قطعت الوعد بس ما انه انت ما صار الحديث معك منك ملزمه بس سوري شو اسمه؟ لا مرة ثانية فارس كرم شكرا كثير له طلعتني برات الوعد يعني حلوه كثير منه عن جد ولازم كل واحد عم بيقدر يشتغل بعد بهالبلد عم يقدر يكون عنده حياة مريحة انه يتطلع بغيره، اوقات ببيت واحد يعني واحد فيه من قصص صغيرة يجمع شيء يساعد أكثر من عائلة. صح. فحلو الواحد انه يشارك ويساعد وفارس كرم كثير حلو منه. عن جد نحن بندعي يعني من خلال حديث البلد الليلة انه هالحملة تضلها مكفية بال 2014، بندعي كمان مش بس الفنانين والمحلات، رجال الأعمال، في عنا رجال أعمال مقتدرين سياسيين سياسيين أي شخص نحن مكفيين باستقبال المساعدات. بدي أحكي شوية سياسي؟ تفضل. بندعي السياسيين اللبنانيين ورجال الأعمال اللي كانوا يدفعوا للنظام السوري ليجوا نواب ووزراء يتبرعوا للاجئين. إيف عن جد يعني اليوم يتبرعوا للناس ويتبرعوا للمدنيين يعني من سوريا لسوريا بس للناس وللعايزين هلا فرق لأي فساد مش مال فساد فرق لأي جيبة عمال يروحوا بصباح الألف الثالث بعد في جوع في أطفال مشردين وبكي ودموع بصباح الألف الثالث بعد في جوع في أطفال مشردين وبكي ودموع على امل انه يبطل في اطفال مشردين بفضل جمعيات لها مصداقيه مثلكم. كريم بيود، الورلد فيجن هي مؤسسه انسانيه دوليه عندها حوالي 100 فرع بالعالم وموجوده بلبنان من اكثر من 35 سنه، نشاطاتها بتتمحور حول التنميه ومناصره حقوق الطفل واعمال الاغاثه، وصار لها ناشطه بملف اللاجئين السوريين بلبنان من بدايه الازمه بال 2011، وطورت برامج لمساعدتهم بالشراكه مع المفوضيه الثامنه العليا لشؤون اللاجئين، برنامج الغذاء العالمي، اليونيسف وغيرها. كريم اليوم عم بتساعدوا اكثر من 250 الف لاجئ، يعني الاعداد عم بتكون هائله بقطاعات مختلفه مثل الامن الغذائي، لوازم التدفئه، المياه، التعليم وحمايه العائلات والاطفال من الاستغلال. كيف عم تقدروا تلبوا هالحاجات الضخمه والمتشعبه؟ يعني خليني بلش بالاول انه الحاجات تلقائيا هي اكبر من الامكانيات، ولا حدا عم يقدر يلحق بركب الحاجات المتزايدة يومياً مع تدفق اللاجئين. اللي عم نعمله نحن هو عم نجرب قد ما فينا نستقطب مساعدات من الخارج، وبهيدا الصدد حابب كمان أشكر مكاتب وورلد فيجن المية اللي هي كمان سند كبير لنا معنوي ومادي دعمنا من الأول، وبصدق ثغرات نحن ما قادرين نأمن لها عبر مؤسسات تانية.
شوي اكثر بالموضوع. نحن الشراكه عندنا شراكات عديده مع مؤسسات دوليه، ابرزها مع المفوضيه العليا، نعم، مع برنامج غذاء العالمي ومع يونيسف وغيرها. مثل ما ذكرنا بشراكتنا مع برنامج غذاء العالمي عم نأمن مواد غذائيه. بلشنا بالمشروع بتأمين مواد عينيه، انتقلنا لقصائم غذائيه، واليوم انتقلنا لنظام بيسمح او بيعلي نسبه الكرامه الانسانيه بالتعاطي مع اللاجئين عبر اعطائهم بطاقه مصرفيه بتسمح لهم يستفيدوا شهريا من محلات نحن متعاقدين معها بمواد غذائيه، من دون ما يتكبدوا عناء انهم يجوا كل شهر لعنا على المراكز ليستفيدوا وينطروا بالصف. وهيدا الشيء عمل متطور، نحن قدرنا كثير انه يكون اول بلد لبنان بالمبدا من او باول ازمه انسانيه يصير هيدا العمل على هيدا المستوى، غير على انه لوجستيا بيوفر كثير اموال بنقدر نحن نبرمجها بمشاريع اضافيه. الاهم من هيك هو بيحفظ كرامة الإنسانية لناس نحن بنعتبرهم اصحاب حق ومش مستفيدين. يعني انت بتقول انه هن منهم ناس عمل يستجدوا، هن ناس اصحاب حق وانتم بتعتبروا نفسكم موظفين طبعاً. عندهم هالبطاقه اليوم عم تعطيهم كريدت كارد بيقدروا يروحوا يشتروا فيها اغراض. بالاضافه بدي اقول انكم وزعتوا عدد كبير من الصوبيات اللي قيمتها 70 دولار وكل شهر بتعطوا 100 دولار حتى يقدروا يجيبوا فيول لهالصوبيات. من هون بنقدر نقول انه اي نوع من التبرعات ان كان كاش ماني او تبرعات ثانيه بنقدر نستقبلها، وكله رح يصير التسليم بشكل رسمي لكم ومن خلالكم. كريم بيوت بدي اشكرك على وجودك معنا، شد على ايدكم على كل هالجهود الجباره اللي عم تبذلوها اليوم وعلى هالعمل الانساني اللي ما فينا الا ما نحييه. يعطيكم الف عافيه، على امل انه نستضيفك بحلقات ثانيه ونسلمك يعني مساعدات ثانيه. ميشيل بعث لي مسج هلا انه كريم وبيضتوها. كريم وبيضها. حديث البلد مع علي حمود. مساء الخير علي حمود، واهلا وسهلا فيك بحديث البلد. يعني من اول الحلقه مع رامي ودليدا لا بولا وموفق لا ميريام لا كريم، لك نسبه الجمال كثير عاليه عندنا الليله، جمال الشكل وجمال الروح. علي حمود انت مستر انترناشونال 2012 وضيفنا الليله بعد صمودك 5 اسابيع ببرنامج دانسينج وذ ستارز وخروجك مؤخرا بسبب التصويت على الرغم من ادائك اللي لفت لجنة التحكيم. علي، صحيح انه التصويت العالي بالاسبوع اللي سبق خروجك هو اللي خلى الناس يرتاحوا على وضعهم وما يرجعوا يصوتوا لك كثير؟ يمكن بعتقد هذا الشيء صحيح، انه يمكن ارتاحوا اول اسبوع لقوا انه على طول عم يطلع انه منيح تمام، بقى ما صوتوا لي، صوتوا لغير ستارز يمكن فكرون بمرحله الخطر، ارتاحوا قالوا لك يمكن انه خلص مرتاحين على وضعه العالي، بس بالنهايه انه اتس جيم يعني كان فيها ربح. انت ارتحت ولا كنت بتحب تكفي؟ لا صراحه يعني اذا بتساليني قبل البروجرام بقول لك اوصل للاسبوع الخامس كان شيء كثير منيح، بس بعد ما شفت انه بقدر اعطي والكل شاف هالشيء كنت بفضل يمكن ضل بعد كم حلقه. اي اكيد طبيعي يعني طبيعي طبعا كانت تجربه كثير حلوه. اكيد اكيد بفهمك لانه كمان تقدمت بسرعه. صحيح هذا سبب كمان. علي حمود قبل دانسينج ما كان لك علاقه بالرقص ابدا، حتى بالسهرات بس يقولوا لك قوم رقص ما تقبل، وانجا اذا في شيء عرس بلكي يعني تتحمس على الدبكه. ولا حتى بقوم ولا الدبكه شوي يمكن قلت لنا. علي بما انه هلا الرقص يعني شوي مثل ما فهمت منك صار بدمك يعني اليوم، بدنا نحط لك هيدي الغنية اللي نرقص عليها بدانسينج وذ ستارز وبدك تعزم ميريام. مش بالضرورة هلا انا رح احط لك اياها وانت قلي. هو مدرب صار له 5 تجماع بيتدرب، هو لازم يمشيكي، هو لازم يمشيكي. يلا مع انه ما بقعد مشاهدين رقصة منيحة يعني، بس يلا غصب عني ارقص، غصب عني ارقص، من حلمي غصب عني ارقص، غصب عني ارقص، ولا انهي
انهزام ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار. موفق وبولا بترقصوا عادة، كيفكم بالرقص؟ سلو جماعة السلو بس؟ نحن بنتبكي. لا ما بنرقص. من جماعة السلو بس يعني؟ ايه يعني دبكي دبكي. يعني لو حطيتوا لي دبكي كنت علمت الدبكي هلا مثلا. انت بتعرف تدبك؟ هلا خلص، لكن بلكي بالجينيريك بالاخر بنشوفك كيف عم تعلمها الدبكه لا ميريام، بس ما بدنا تدبك بينك وبينها. علي حمود، دانسينج وذ ستارز كان له فضل كمان بعودتك من دبي اللي اسست فيها ويب كومباني، واليوم عم ترجع تاسس بزنس جديد بلبنان. صحيح. وحابب انك تدخل عالم التلفزيون من باب تقديم البرامج. بنعرف انك رياضي ممارس، لاعب كرة قدم سابق، مهووس بالتكنولوجيا وبتتابع الموضة ومنك بعيد عن الفن. أي بروجرام معقول يستهويك يعني إذا بدك تنقي من هالمواضيع؟ حديث البلد. لا في كل شيء. لا ما هذا بكون محل. لا فيكم يعني كونسبت شبيه يعني جامع كل هالأشياء. صراحة إيه يعني أنا إذا كنت عم فكر بشيء يكون ما يكون شيء واحد، ما يكون على الموضوع واحد بس. منه تتشدي اكثر العالم يعني اكثر يحضروا. واكيد بده يكون ضروري بعيد عن السياسه. لو ميشيل ممكن قال لك بدك تشد اكثر من هيك. الحمد لله بعيد عن السياسه. اكيد بده يكون بعيد عن السياسه. اي اريح، لانه اي موضوع سياسي بينفتح بيروح يمكن كل التركيز على مواضيع ثانيه. صح صح. فبعتقد بلكي ككونسبت يكون يجمع كل هيدول بعتقد بيكون شيء كثير منيح. اليوم عم بتفكر بشو فكره تطرحها على الام تي في؟ ممكن ليش لا؟ يعني معقول بكره تبقى تلتقى ورا الكواليس بموفق؟ بلكي بموفق بحضرتك بالكل اكيد. بيشرفنا. علي مؤخرا خضعت لفوتوشوت بتشيكيا، رح نشوف منه او عم نشوف منه مشاهد على البلازما، لاي درجه مستعد تكون جريء يعني كموديل؟ مش قد ميريام بالجرأة يعني. مايو بالثلج. ما حدا ميريام يا موفق بالجرأة. ما حدا فينا يفوت. ليك بس جريء هون عم بيكونوا شوي الصور مش كثير، بس هي قدام تبعو ميريام مايو مثلا صور مايو هيدا الماكسيموم. عم يفرجينا 6 باكس. ايه اكيد تعبان عليهم يعني كمان. الحقيقه بحس انه هيك موضوع بده يكون في حدود، يعني ما في شيء من مثل هيدا الموضوع يكون انه نو ليميت، بالعكس بالاخص نحن عايشين بمجتمع شرقي بدك تحترمي الاخر كمان. وبالنسبه لي يعني هيدا مثل ما عم بتشوف يمكن هيدا الماكسيموم ممكن ما في مايو يعني؟ بالعكس حتى اذا طلب منك تعمل مايو عصيرة المايو السنه الماضيه بعد ما طلعت مستر انترناشونال اجاني اكثر من اوفر لشركه عالميه ديزل صورها بايطالي كبوكسرز، انا رفضت. مين بيرفض هيدا الموضوع الا مع انه انت ما بتبين ما حتبين كرمال هيدا الموضوع، كرمال انا ما بقبل يمكن اظهر بشكل عادي. شو بيخدش انه شو بيخدش اذا مع البحر العالم تنزل بالمايو؟ بيخدش الحب العذري. موفق انت شيطان منك هين، جوزك منه هين بولا. انت اليوم اخر محل بيشارك هو يعني لازم تجيبوها غير حلقه عن جد. خلص هلا عن جد بدها تكون هي اكيد. اذا بتكون هي انت قلبي قلبي يجي. علي اليوم كيف عم تتعاطى مع الفانز؟ بيجي كثير تعليقات معقول تكون إيجابية معقول تكون سلبية، في شي خبرية معينة صارت معك؟ الحقيقة أول شيء بتعاطى مع الفانز بكل محبة، يعني أنا لو ما هن ما كنت موجود اليوم معكم للمرة الثانية بحديث البلد، وبتشكر محبتهم ودعمهم لإلي. بس هيك نهفة صارت من فترة مش ثلاث أجماع يمكن، قاطع بمول ما حسمي أي مول، بتجي وحدة بدها تصور معي إنه أنا بكل رحابة صدر، إيه تعي تفضلي عم تصور، فجأة واحد بيجي بشدها من ورا إيه؟ وهيك بعيط عليها يعني وصيروا عيطوا ومدري شو. واحد غيور مثل موفى. مش عم تبرو معه مثل بولا. انه انا نهرت يعني حرام ليش عم تعمل فيها؟ رحت عامل له انه ما بيصير هيك بقى، ولا حتى قال لي كلمه ولا شيء، لا برام ظهره وفال اخذها يعني البنت وفال. لا مره ثانيه ما تقدر يعني هلا بقول له يروق يعني ما بدك. لا بس تعرف نصيحه لمره ثانيه ما تجرب تفوت بيناتهم لانه اذا عقله صغير لدرجه لدرجه انه سحبها. يعني اليوم انت بابليك فيجر صرت يعني ما بتعرف شو معقول تكون الرياكشن تبعيته. زمطنا اذا بولا بدها تتصور مع علي شو بتعمل؟ خليها تتصور مع علي. طب سؤال، اذا انا بجي بقول لك بدي اتصور معه ايه اكيد ليش لا؟ وي يا ريت. طيب موفق خذ تليفونك ايه اوكي وصورهم
وحطها على تويتر، بلكي بتخفف عن الوزير منصور شوي. أنا خليه يعني تصرف تصرف نظر عن الموضوع. بقى تليفونك معك، بدي اطلب منك تصور علي وبولا وتعمل فيها تويت. اوكي تويت فيسبوك يعني. طالع انا سيلفي طالعه. اوكي تذكر عم نصور ما عم نرقص. ما بعرف عم نصور. شو ممكن تكتب كومنت على هالصوره؟ مناز ايديا. شو ممكن يكون التويت على هالصوره؟ شو ممكن يكون التويت على هالصوره؟ قالوا لك سريع ماني سريعة. لا لا مش بالتويت، هلا فيك تعملها على مهلك التويت، بس شو معقول يكون، شو معقول يكون الكومنت اللي على هالتويت؟ بيقولوا ليه بغار قال. منيحة، بيقولوا ليه بغار بقى، بس هلا بما انه بولا ما بتغار ابدا، رح ترد لك الجميل، تطلب انك توقف بالنص انت وميريام، ورح تصوركم صورة انت وميريام وهي تحطها على التويتر الخاص فيها. يلا بتقول لها تليفونك مش بس ما بغار، وميريام مع الحب العذري يعني ومع الحب العذري يعني طمنت بالك، طمنت بالك على الاخير. بدل ما رقلا التليفون لبولا. بولا انت معلقة هالموضوع كثير، مش عم بتشيليه مرات؟ لا هو موافقة على عليك انا اول مرة. يلا على الحب العذري انا بقوم هلا بليز. ايه لحتى تيجي على النص. ميريام بدك تتصوري صورة مع موفق، ميريام كمان على النص. شفت الترايبود تبعها؟ بولا رح بتصوركم وتنزلها على التويتر الخاص فيها. يلا. صوري كمان هاي. بعد ما تصورنا وبلشت. ذوق منا لا. التويت اللي رح تكتبيه كثير خليها تكون بالطول بولا كمان؟ ايه اكيد مصرة على الطول. ايه يدور بولا. شو التويت اللي رح تكتبيه؟ كثير حلوين حلوين؟ اه التويت اللي بدي احطه في باودر على الارض. انتبهي. شو التويت اللي رح تكتبيه بولا؟ موفق يلتقي بميريام. اوكي يلتقي بحديث البلد. لا اول موفق موفق يلتقي بالاتموسفير. يا الله يستر. جويا 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 بميريام بحديث البلد بحديث البلد. شكرا كثير علي، بنتمنى لك كل التوفيق بكل شيء اللي عم تعمله، لانه من اول بدايتك خطواتك عم بتكون ثابته، اليوم رجعت على لبنان وقررت انك تستقر بلبنان وتعمل بزنس هون، يمكن يكون له خاصه بالفاشن، الفاشن الرجاليه، فان شاء الله بنلتقيك بعد بنجاحات ثانيه. ميرسي ميرسي، ان شاء الله عندكم بزنس. ان شاء الله يا اهلا وسهلا. وهيك بتكون حلقتنا لليله من حديث البلد انتهت، وضيوفنا لليله كانوا عرفان ال 2013 رامي وداليدا عياش، بولا يعقوبيا وموفق الموفق حرب، ميريام كلينك، كريم بيوت، علي حمود، وصديق البرنامج المتواري على الانظار حاليا ميشيل ابو سليمان. ملتقانا الاسبوع المقبل مع مفاجآت زيادة من حديث البلد، بدنا نكرر النداء بالمساعدات، تصبحوا على الف خير ونشوفكم عن قريب.